السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رجعت لكم في فيديو جديد في قناة عم بي جيمنج. النهاردة جايب لكم فيديو شرح من أفضل برنامج صور متحركة، والفيديو ده عن تجربة شخصية، والفيديو ده فعلا جميل جدا يا جماعة وهينفعكم كتير، وأنا بقالي أسبوع بستخدمه وفعلا هيفيدكم جميعا. وزي ما انتم شايفين هي دي برضو صورة من اللي حاططها، برضو صورة متحركة هي زي ما انتم شايفين. والنهاردة هنشرحه وهنضبط اعداداته، وطبعا هسيب لكم الرابط في التعليقات، في اول التعليقات طبعا هخليه من التعليق مثبت. وقبل ما نبدأ على الفيديو، ما تنسوش اهم حاجة، تصلوا على النبي وتشتركوا في القناة لو انتم مش مشتركين، وتفعلوا زر الجرس، وما تنسوش اهم حاجة تعملوا لايك عشان انا بجد بتعب في فيديوهاتي جدا يا جماعة. حتى يعني سبب اللي انا اتأخرت ان انا انزل فيديوهات هو اللي مفيش دعم على القناة خالص، والقناة من ساعتها 600 مشترك. هي بس يا ريت تدعموا القناة عشان نقدر ننزل فيديوهات اكتر، شرح وجيم بلاي وكل حاجة. ويلا نبدأ على طول. شايفين هو ده الفولدر اللي فيه البرنامج، طبعا البرنامج كله 300 ميجا. هسيب لكم طبعا، ومضغوط طبعا، هسيب لكم في التحميل في اول تعليق طبعا. هتخشوا طبعا وتحملوه، وهتفكوا الضغط طبعا، فكرة الضغط عشان انجز الوقت. هو بعد ما تفك الضغط هيبقى من 300 ل 700 ميجا، طبعا هتخش عليها عادي خالص زي ما انتم شايفين كده. وبعدين لو انت الويندوز بتاعك 32 بت، هتخش على ده، على البرنامج ده، هتخش على البرنامج من هنا. لو انت 64 هتخش على هنا. طبعا لو عايز تعرف انت 64 ولا 32، طبعا هتخش هنا وتعمل كليك يمين وخصائص، وبعدين هتظهرلك ديت. طبعا هتلاقي مكتوب تحت نظام، نوع النظام طبعا هتلاقيه اهو زي ما انتم شايفين، ارى 64. انت لو مكتوب هنا 32 هتخش على 32. فيلا بقى نرجع هنا للبرنامج، وزي ما انتم شايفين انا هختار طبعا 64 عشان 64، وافتحه من هنا طبعا. وزي ما انتم شايفين هي دي كل الرسومات طبعا بتاعته. هو طبعا بفلوس على ستيم، بس انا هخليه لكم تحملوه ببلاش وبدون اي ما تدفع اي فلوس. طبعا رابط التحميل في اول التعليقات طبعا. عندكم ممكن تختاروا بقى، ناخده هنا بس. عندكم هنا ممكن تختاروا اي صوره من الصور اللي انتم شايفينها ديت. لو احنا مثلا نختار ديت زي ما انتم شايفين، زي ما انتم شايفين هي على طول عملت. ومثلا لو عايزين ديت، مش عارف دي بتاعت ايه، بس ما يهمش برضو. وزي ما انتم شايفين برضو دي جميلة، وهي زي ما انتم شايفين عاملة شكل جميل اهيت. ومثلا عايزين ديت برضو، ديت حلوة شكلها جميل برضو. بس اهم حاجة بقى في ديت لازم انت تعرف الاعدادات. هنا مثلا عندك الاعدادات بتاعت الصورة دي، لو عايزها مثلا اول واحدة دي، لو عايز معدل السرعة بتاعت زي ما انتم شايفين. شوفوا لو انتم بصيتوا كده هتلاقي ان الصورة بتتحرك بسرعة. لو انا قللتها كده الصورة هتثبت وهتمشي براها خالص. وهنا دي سرعة حركة الصورة طبعا المتحركة. وهنا ديت الصورة لو عايزها تبقى منورة اكتر او غامقة زي ما انتم شايفين كده، دي يعني مش هنحتاجها قوي، سيبها زي ما هي. وديت اللي هي تفتح وتضلم الصورة، يعني برضو يعني مش محتاجة اي حاجة. والاخيرة ديت اللي هي يعني بتكبر الشكل بتاع الصورة طبعا زي ما انتم شايفين اهوت. طبعا انت طبعا بقى تعمل براحتك، ودي الالوان اللي انت عايزها. لو عايز بيحط لك كل حاجة، لو عايز لون الشمس وكده. ولو انت مثلا بوظت اي اعداد ولا حاجة، هتنزل تحت هنا وتعمل اعادة ضبط زي ما انتم شايفين، وكل حاجه هترجع، اي حاجه انت بوظتها ترجع زي ما تاني زي ما كانت. ولو انت مثلا خلاص خلصت الصوره، عايز تعمل تختار الصوره ديت وتتك تاكيد، وطبعا الصوره هتظبط زي ما انتم شايفين كده، وخلاص بقت الكمبيوتر. بس بقى في اهم اعدادات طبعا لازم تعملها في اول حاجه في البرنامج. اول حاجه لو انت جهازك ضعيف طبعا هتعمل دي منخفض، وديت هتعملها لو يعني لو جهازك متوسط هتعملها دي. لو جهازك خالص يعني ضعيف خالص ليش هتعملها لا شيء. ولو جهازك متوسط اعملها متوسط، اما لو جهازك عالي اعملها عالي. وهنا طبعا ما تخليهاش 30، او هي هتبقى 30 طبعا، انت تخليها 60 فريم عشان
عشان الصورة لازم تعملها 60 عشان الصورة تبقى ماشية كويس وما ما تبقاش فيها تقطيعات أو تهنيجات. وهنخش على العام هنا، دي طبعا لازم تعملها هنا صح، علامة صح اللي هي البدء مع الوضوء، عشان لما انت تقفل الجهاز وتفتحه تاني الصورة تفتح مع الجهاز تلقائيا لوحدها من غير ما تعمل أي حاجة. طبعا هنا اللغة وطبعا كل حاجة معمولة زي ما انتوا شايفين. لو انت زي ما انت شايف كده اعمل اعدادات زي ما انا عاملها كده، وقف الفيديو واعمل اعدادات بتاع البرنامج بتاعك زي ما عامل كده بالظبط وكل حاجة وبس. من هنا ما لناش اي حاجة، ما فيش اي حاجة هنا وبس كده، وهتعمل تأكيد طبعا وتخش بقى على الصورة مثلا. وهنا بقى لو عايز تخلي الصورة البرنامج يقلب في الصور لوحده من غير ما انت تختار، يعني مثلا هنا هنزود صور نختار دي، وهنا زي ما انتوا شايفين بيتحط الصورة نختار ديت طبعا، ونختار مثلا الصورة ديت الصورة دي ماشي. انا عايز اقلب ما بينهم ما بين كل ده، اعمل ايه بقى؟ بخش على الاعدادات من هنا واختار الوقت، يعني مثلا انا اعملها دقيقة وغيرها تخلي الساعات صفر، وهي كل دقيقة يغير وهيغير عشوائي. هنا هنخليها بالترتيب، وثواني كده هنخليها مثلا ثانية ولا حاجة 11 ثانية ماشي. وهنا بتختار طبعا براحتك الوقت اللي انت عايزه. وهنا بقى لو عايز تغير خلفية عند انتهاء الفيديو دي ما تلعبش فيها، او لو عايز تلعب فيها العب براحتك بس ما عشان ما تبوظهاش، وتعمل تأكيد ونستنى بقى. زي ما انتوا شايفين يا جدعان غير لوحده من غير ما اعمل اي حاجه، زي ما انتوا شايفين انا هسيب لكم الفيديو اهوت من غير ما اعمل اي حاجه، كل 11 ثانيه زي ما انتوا شايفين بيغير لوحده. اسكت شويه اهو اسيبه اهو بيغير لوحده كل 11 ثانيه. لو انت بقى عايز براحتك بقى انت بتظبطها بالاعدادات اللي انت عايزها، لو عايز كل دقيقه لو عايز كل 5 ثواني براحتك طبعا زي ما انتوا شايفين اهوت. والبرنامج فعلا جميل يا جدعان، انصحكم ان انتوا تحملوه. وبس كده يكون هنا الفيديو انتهى. لو عجبك الشرح ما تنساش تعمل لايك وتكتب لنا كومنت حلو، عشان ونقصت اي برنامج تكتب لنا تحت اسم البرنامج تحت في التعليقات وانا هعمل لكم شرح ليه. وبس كده. One more time.